الموظف في الشاشي يوزع سدات. هاي الرئاسات اللي تحكمون بها العراق، هكذا بأبخس الأثمان تشترى ولأراضي للقوم تمنح. سيادة النائب، هذا الكلام أنا البعيد عن مجلس النواب أعرفه وأقدر أسولف للشارع. أكو شيء بالكالوس وشيع، أنت عندما تمر عليه تقول اتفاقات فردية واتفاقات كتل. الاتفاقات الفردية كما قيل وشيع دفع مبالغ لتغيير البوصلة والتصويت إلى بعضهم البعض في الكافتريات وبالاتصالات، هكذا الآن يقال علنا. أعيد الحقيقة بهذا الموضوع. يعني حتى أكون صريح وصادق معك أمام الله وأمام الناس والجمهور، أنا شوف ما شفت، يعني ما شفت أحد أنطى أو أخذ، لكن ماكو حرامي باق وشافوه بالعين، يعني واضحة. خل اسمح لي هو راعاني أجيك، أنا راح أجيك أستاذ نجم. يعني أول موضوع، إحنا لأول مرة هسا احنا حتى سألنا قبلنا، احنا باعتبارنا هاي اول دورة، أي اول مرة يوصل عدد الحضور 314 نائب. وهذا يعني شبه مستحيل، طبعا ما صار سابقا في مجلس النواب. هسا انا قلت لك ما شفت، لكن اكو نتائج كانت يعني واضحة للعيان. يعني اكو هواي من يعني الاحداث اللي صارت. الموضوع الاخر الحقيقة، من نجي نحسب الأخوة النواب، هو تعرف هذا الموضوع هو أصلاً للمكون السني، مو؟ أي. اليوم إذا تجمع الأصوات اللي حصلوا عليها السادة النواب المرشحين، فما معناها أكو كتل شيعية صوتت للسادة الأخوة المرشحين، فأكيد هذا صار اتفاقات مع كتل رئيسية وواضحة. يعني أغلب الكتل عرفت الكتل اللي صوتت لهذا النائب، للسيد الشعلان أو للسيد سالم، والدكتور محمود معروف الأخوة اللي صوتوا له. هذا هم جانب آخر. تبقى الشيء الآخر اللي كان واضح، أنه بعض السادة النواب كان يعني هو متبني موضوع يدعي، مع العلم هو لا بكتلته، لا بكتلة التقدم ولا بكتلة الخنجر، وتشوفه هو يتحرك ويروح على هذا النائب المستقل وعلى هذا النائب الشيعي وعلى ذاك النائب اللي ظال باللون الرمادي. فما أتصور اليوم حتى أكون صريح مع هذا، يعني اليوم هذا يعتبر اتهام للسلطة التشريعية، ومع الأسف يعني هذا شيء يحسب عليه. لكن أرجع أقول أنا ما شفت، لكن هذا الجو اللي عشناه يعني يعطي حق للعالم انه تتهم. انتو شنو عرض عليكم من التهوات، من الفلوس؟ انا المشكلة لانه عندي امكانية، فما حد يجي يدن علي. انا الله موفقني وزايد عندي، الله يزيدك. ثانيا انا مستقل الله يسلمك استاذ نجم. فاني حتى شاقيت وياهم، قلت ذولا اللي يعرضون وينهم، خلي يجون خلي نشوفهم. ما مر بيك واحد؟ أذكر بعد شغلة حتى أكون بعد بها. يعني بعض الموظفين، وهذه أنا نبهت عنها، بعض الموظفين في مجلس النواب يفترون على النواب، يقول له مثلا يا با فتشتين وذاك إذا بعد تريد خمسة. هاي شفتها، هاي سمعتها، جانا واحد من الموظفين في مجلس النواب، فأنا استغربت قلت عمي أنت موظف؟ إيش قال لك الموظف؟ رسالة أعطاك شتين خمسة؟ يعني لأحد المرشحين. إي قال شتين. قلت له شنو شتين؟ يعني حتى الصوت نطي وهي قليلة. فقال سيادة النائب إذا خمسة ما يخالف. قلت له العاد خلي أشوف لك بعد إيش كم واحد وياي. فأنا استغربت، يعني حقيقة موظف، مع الأسف يعني موظف في مجلس النواب. هذا الموضوع المفروض هيئة الرئاسة تأكد على هذا الموضوع وتدقق به. تعرف الموظف؟ شلون ما اعرفه؟ شلون ما تعرفه؟ سمعوا يا ممثلي الشعب، يا سادة يا كرام، وشهد شاهد من أهلها، وصل الحال الموظف في الشاشي يوزع سدات. هاي الرئاسات اللي تحكمون بها العراق،
هكذا بأبخس الأثمان تشترى ولأراضي القوم تمنع.